بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله بنبدأ كورس جديد مع أهم الأسئلة الاختياري للأدفانسد ليفل للمستوى المتقدم، وإحنا يهمنا إن إحنا نعرف إحنا اخترنا الاختيار ده ليه، ومن خلال الاختيارات اللي تعتبر يعني هي صعبة شوية بنعرف بعض المعلومات اللي ممكن تفيدنا سواء في المرحلة الثانوية أو حتى فيما بعد المرحلة الثانوية. بنبدأ بنسمي ونقول exercise 1 choose the right words 1 ماجد will visit us in the evening we to be ready by then. طبعا هنا ought عشان فينا to، ينبغي أن نكون جاهزين قبل ذلك الحين أو قبل ذلك الوقت، تمام؟ لأن احنا عارفين أن الأفعال الناقصة كلها بعدها مصدر ما بتاخدش to غير ought to اللي هي بتساوي طبعا إيه should. Number two, what did she do yesterday? She طبعا هنا عندي ماضي بسيط، هنا الإجابة طبعا هتبقى went، ذهبت إلى طبيب الأسنان. طيب البعض يتساءل له ليه ما خدتش has gone؟ هنا ما خدتش has gone لأن ما حدش بيقعد عند طبيب الأسنان من امبارح للنهاردة، تمام؟ اللي هي أين ذهبت؟ ذهبت ثم عادت، تمام؟ ولكن هنا الجمل الاثنين ماضي بسيط عشان في عندي كلمة yesterday هما مع بعض بالكومز اللي احنا شايفينها هنا، يبقى هنقول هنا ايه؟ she went. 3 which car did your wife buy؟ بنسأل على سؤال في الماضي، the red one العربة الحمراء but I bought the black one، هي اشترت العربية الحمراء، اشترتها امبارح، ولكن انا كنت افضل هنا هناخد would rather have، I would rather have bought the black one، كنت افضل انها تشتري العربية السوداء، اوكي؟ ف would rather دي معناها افضل في المضارع لو بعدها مصدر، انما هنا معناها أفضل في الماضي لأن بعدها هاف والتصريف الثالث لأن الموقف موقف ماضي. 4 Why didn't you telephone the manager? I am not sure he would be in his office. هنا أنا مش متأكد ربما يكون موجود فين في المكتب بتاعه. Would be الاختصار هنا الأبوستروف ل would عدم التأكد. 5 Are you going to buy some new dishes؟ يعني أنت هتشتري بعض الأطباق الجديدة؟ Yes, my servant broke many of our، طبعا هنا هنختار dinner plates. وليه خدنا dinner plates؟ dinner هنا بمعنى أطباق العشاء، هنا dinner بمعنى صفة يعني الأطباق الخاصة بالعشاء. 6 I won't be able to go fishing this weekend. هنا جملة منفية، تمام؟ أنا عايز هنا أتفق مع الشخص اللي بيقول أنا مش هقدر إن أنا أذهب للصيادة في هذا الأسبوع أو للصيد في هذا الأسبوع، يبقى هنا بجيب neither. ليه؟ لأن الجملة الأولانية منفية، لو كانت مثبتة كنت جبت إيه؟ so. يبقى إذا الاختيار رقم إيه خطأ والاختيار رقم دي خطأ. يبقى هنا neither will I لأن أنا بجيب neither وبجيب بعدها الفعل على شكل استفهام ولكن بحط نقطة. 7 Where is Kamal? She's gone. 7 Where is Kamal? He's gone to the bank. يعني ذهب إلى البنك. ليه بقى؟ ليه؟ يبقى كلمة ليه معناها to deposit لكي يودع. أوكي يبقى هناخد هنا إيه؟ to. 8 When Magda's birthday يعني when is Magda's birthday May 18 the same day the same يبقى as mine. اوكي عشان هنا اخترنا as عشان فيه the same. How does Kareem like his new job? He is delighted with it لان delight بتاخد with delighted with يعني مسرور بها. Did you like the movie last night? No.
It was very different, the original one. Different بتاخد حرف الجر from يعني مختلف عن. Number 11. The villagers were told to evacuate their houses. The villagers were told to evacuate their houses. Evacuate هنا معناه يخلي منازلهم. طبعا هنا هناخد number B when the water began to rise. When the water began to rise. طيب ليه ما خدناش نمبر ايه؟ At the time when the water began to go up يعني يصعد. انما هنا رايز بمعنى يرتفع يعني المياه هترتفع. تمام؟ وهنا المياه هي اللي بترتفع. انما لو حد بيرفعها كان المفروض نحط فعل في صيغه المبني المجهول. يعني البعض ممكن يخطئ في رقم دول ان the time when the water raised. هنا المفروض تبقى ايه؟ was raised. ولكن هنا raised تبقى الجملة خطأ لأنها ما تنفعش تيجي في المعلوم، لازم تيجي فين؟ في المجهول، لأن حد بيرفع المياه، وإلا أقول المياه ترتفع. لما أقول المياه ترتفع يبقى begin the water begin to rise، يبقى الاختيار السليم نمبر بي. 12. She looked to the new venture. venture يعني العمل الجديد، العمل التجاري بتاعها الجديد. venture يبقى تتطلع الى عملها الجديد، يبقى look forward to. احنا عارفين ان look forward to بعدها الاسم او الفعل في ing. 13. The witness was told to. هنا طبعا الاجابه لازم احط فعل، فبس كله افعال. تمام؟ انا محتاج فعل وظرف، يبقى speak freely، يتكلم بحريه. تمام؟ 14. You are welcome to order the goods now, but payment should be made in advance. In advance معناها مسبقة، يعني قبل الشراء، يعني بندفع قبل ما نشتري. I can't understand my neighbor's accent. مش قادر أفهم اللكنة أو اللهجة بتاعت الجار بتاعي. I wish he would. ايوه speak more clearly، يعني يتحدث. طبعا احنا طبعا بنقدر نقارن الظروف، ولكن بنقدر نقول يتكلم بشكل اوضح مما هو عليه. 16. Why are you driving so fast? I am in a hurry. I am in a hurry. In a hurry يعني معناها انا مستعجل. 17. I have heard music CD. I think your concert video. I also have يعني أنا أعتقد إن أنا عندي برضك أو أيضا الفيديوهات بتاعة الحفلة الموسيقية بتاعتك. 18. I hear you have started a new job. Feel like it. يبقى How do you like it؟ بسأله عن كيف أحببتها؟ اللي هي وظيفتك الجديدة. How do you like it؟ وهنا بقول لما أجي أسأل عن وصف الشيء أو الشخص كوصف له، أقول What is أحمد like؟ هنا بسأل عن البرسوناليتي بتاعته، عن الشخصية بتاعته، يعني بقول He is a kind man. أما لو قلت How does أحمد look like؟ يبقى أنا بسأل عن appearance أو عن الشكل الخارجي، أقول هي is tall and thin مثلا، طويل ورفيع، أوكي؟ ولكن هنا كيف وجدتها؟ يعني ما رأيك فيها؟ يعني كيف أحببت هذه الوظيفة؟ يعني ما رأيك في هذه الوظيفة؟ بنقول How do you like it؟ 19. I really have to go now. I have موعد مع an appointment with. ده دكتور، أنا عندي موعد مع الطبيب. 20. 20. I can meet you at تحرير station، في محطة التحرير. Will that be convenient؟ يعني المقابلة بتاعتك ديت ممكن هيكون الموعد ده مناسب؟ Will that اللي هي إن أنا أقابلك في التحرير be convenient؟ يعني ذات هنا عايدة على الجملة دي. هل سيكون ذلك مناسبا؟ Number 21. I don't have any good news for you today. I have some tomorrow.
ولكن عندي بعض منها غدا. 22. I'd rather have a quiet cup of coffee in the office than sit in a noisy cafe. يعني هنا بيفضل في المضارع I would rather have ان يشرب كوب من القهوة في مكان هادئ زي المكتب بتاعه عن ان هو يقعد او يجلس على مقهى مليء بالضوضاء. 23. Where last weekend. هنا طبعا last يبقى ماضي يبقى where did you go على طول دايركت. I was very surprised طبعا هنا to hear that she didn't pass the exam. يعني هنا لو عندي verb to be I'm surprised to hear that وهكذا بيبقى بيجي بعدها الصفة وتو زائد ايه المصدر. Why she isn't speaking to us. ايوه هنا يبقى ما لماذا تعتقد يبقى لماذا تعتقد انها لا تتحدث الينا يبقى why do you think why do you think we must have done something that upset her she is too sensitive يعني حساسه للغايه. 26. I hope that with this winter won't be the last as cold as يعني ما يكونش بارد زي الشتاء اللي فات. Sorry to be late. I was delayed by هنا أقول heavy traffic وما أقولش heavy traffic لأن كلمة traffic غير معدود فما تاخدش إيه؟ يعني أنا اتأخرت بالمرور المزدحم. Would you do me a small favor؟ يعني معروف I very much I would appreciate it. يعني أنا هفضل المعروف ده very much. I am familiar with that product. I don't know times على طول يبقى how many times بتساوي how often. When leaving for Sharm el Sheikh, Egypt, we are planning. يبقى ده مضارع مستمر يبقى اسأل في المضارع المستمر. يبقى when are we leaving? When are we? I asked Samir when he could fix my leaking tap. He said that he would come round and fix it. جملة جميلة جدا. هنا بنقول بقدر أو بأسرع ما يمكن. ما ينفعش هنا في الاختيار الاختيارات اللي ممكن نخمن منها اللي هي بي ودي. لأن ما فيش as much as possible. وما فيش as fast as. إنما هنا في as possible as he could و as soon as possible. شوفوا حتى وأنا بقول as possible as he could يبقى could هي الصح إنما هنا كان خطأ. يبقى هنا الإجابة الصح as soon as possible بأسرع ما يمكن. Do you know is that building؟ طبعا هنا عارفين إن how بيجي بعدها صفة فدي خطأ. What بيجي بعدها إيه؟ اسم من الصفة. يعني لما أقول how old يبقى هي what age يبقى انا هنقول how old هي الاجابه الصحيحه. هيثم told us that the next train would arrive. طبعا احنا عارفين ان اد بتيجي قبل الساعات. يبقى هنا بس ما نقولش كلوك طبعا هيبقى هنا at 3:30 يعني الساعه 3:30 يعني at half past 3. طب لو احنا استخدمنا ان نجيب بعدها مده يعني نقول in 3 hours مثلا. 34 شيكاغو is the city worst crime record يعني اللي فيها أكثر معدل للجريمة with the worst crime record. بهنا ما نقولش on the ولا in the ولا for the نقول with the. Where should I put this key? You can أنا سأل ببوت يبقى you can put لأن ديبوزيت بمعنى يودع وهانج هيعلق على الرف هيعلق على مسمار مثلا. I have to have this report finished. يبقى أنا مضطر إن أنا أخلص التقرير ده ودي صيغة البوزيتيف هاف اللي هو صيغة المبني المجهول باستخدام البوزيتيف طبعا هنا باي ساتردي قبل يوم السبت. باي هنا معناها بيفور. We are fortunate enough to visit dark
دريم بارك. It has أيوة beautiful scenery that is much ولا many sceneries. طبعا scenery اسم غير معدود لا معنى المناظر، يبقى هنا هنقول ايه؟ It has many beautiful landscapes. لأن landscapes تعتبر مناظر ولكن معدودة، أوكي؟ وهي تستخدم بمعنى ممكن مناظر طبيعية أو تضاريس. فهنا نقول مناظر جميلة، يبقى many beautiful landscapes. الإجابة الصحيحة نمبر سي. 38 the car parked أيوه. هنا الإجابة ahead of ولا in front of؟ لأن ما ينفعش أقول before ولا preceding. يبقى هنا نقول ايه؟ in front of لان امامه. انما لو شخص ماشي قدامي نقول ahead of me. اوكي؟ انما هنا احنا وقفنا قدام البنك في مقدمه البنك يبقى in front of. The Red Sea resorts are usually crowded. There are many people diving. Who enjoy diving؟ الذين يستمتعون بالغوص. يبقى who enjoy. It is already 3 o'clock. Do you time to catch the train? يبقى have enough time. هل عندك وقت كافي ان انت تلحق بالقطار؟ I went to have my car. طبعا هنا positive have. هنا يبقى انا عايز او انا ذهبت لكي اصلح عربيتي. يبقى انا احط هنا بعد have المفعول به وبحط التصريف الثالث يبقى repaired. have my car repaired. 42 Mary's house is the big hotel. okay it is easy to find it. طب هنا بسأل عن الديسكريبشن ولا الذهاب الى؟ يعني ايه الديسكريبشن او ذهاب؟ يعني انا الوقت عايز اعرف وصف Mary's house ده فين بالظبط. okay ولا هل المسافة قريبة ولا بعيدة له؟ طبعا هنا من خلال الجملة أنا عايز أعرف الوصف بتاعه هو فين؟ يعني أنا بسأل عليه هو فين؟ فهنا الإجابة اللي هتبقى أكثر وضوحا next to. يبقى Mary's house is next to. تمام؟ إنما لو هنا أنا قلت غيرت ديت وقلت it's a short distance يبقى هنا أنا بعني بيها إن هو مسافة قريبة، كان هيبقى من الأول إن أنا أقول near to، ولكن هنا أنا بسأل عن الوصف بتاعه فهقول next to. 43 Do we have money to last us the week؟ يعني إحنا عندنا هنا فلوس كفاية تقضينا لنهاية الأسبوع، يبقى Do we have enough money؟ تمام؟ جابر decided to begin playing. طبعا هنا في عايزين نفهم ليه مش comments. طبعا تيك اب ما ينفعش لان تيك اب معناها يشغل او يحتل وقت، هي بعيده عننا. لكن الاجابات اللي ممكن تبقى قريبه لنا اللي هي تو بيجن واللي هي بتساوي تو ستارت يعني، ولا تو كومنتس، ولا تو ستارت اب. طيب احنا عايزين نعرف الفرق ليه وليه هناخد تو بيجن. تو بيجن يعني هو هيبدا يلعب الشيء ده لأول مرة، من أول مرة يعني يبدأ في لعب البلاينج تيبل تنس اون ويك اندز. يبقى هو ده النشاط ده هيبدأ فيه لأول مرة. أما تو كومنتس معناها إن هو هيبدأ ولكن كان بدأ فيه قبل كده. تمام؟ كلمة ستارت أب يعني يشغل مش يبدأ، يعني يشغل آلة أو حاجة زي كده. يبقى الإجابة الأكثر وضوحا، مع إن أحيانا ممكن بيجن بتساوي كومنتس، الإجابة الأكثر وضوحا والأقرب تو بيجن عشان هو لسه النشاط ده بادئ فيه. 45 it to me whether we meet them or not. It makes no difference. يعني ما فيش أي اختلاف بالنسبة لي، يعني ما الأمور بالنسبة لي زي سيم إذا كنا هنقابلهم أو لا. يبقى makes no difference. We saw wild animals in the open zoo. يبقى هنا quite a few wild animals. يعني قليل من الحيوانات البرية. They are late as usual. I don't think we should. طبعا ينتظر شخص. Wait for them. Wait for. Are you the competition?
طبعا هنا are you going to enter. طبعا انا بسأل عن النية، النية باستخدام am و is و are going to زائد المصدر. you had better، had better بتساوي should. the tourist information office، طبعا هنا بيجي بعدها المصدر يبقى inquire at، مفروض تستفسر في مكتب السياحة أو المكتب الاستعلامي في السياحة. أيرلاند was part of the UK. طبعا هنا was، وهنا أيرلاند بعوض عنها بإت، يبقى هنا على طول إيه wasn't it كquestion tag، يبقى question tag بيبقى عكس الجملة الخبرية، وطبعا هنا أقول إيه wasn't it. أعزائي دارسي اللغة، أتمنى إن يكون تعليقي على الجمل دي مفيد بالنسبة لكم، وإن شاء الله بنلتقي بإذن الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.